على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاجو 3 ديال البيضات، 4 ديال الجوز الهند اللي هو الكوك، 4 ديال السميد الناعم اللي كنستعملو في البغرير أو الحلويات من النوع الجيد، كأس ديال الزيت، 200 غرام ديال السكر حبيبات، 7 غرام اللي هو كيس ديال الخميرة الكيماوية، ملعقة كبيرة ديال المربى ديال المشمش أو البرتقال اللي متوفر عندكم، بشور برتقالة أو ليمونة لكم الاختيار، وقبسة من الملح. اما بخصوص الطريقه فهي على التالي: كناخذ ديك الباسينه او القصعه اللي غنحضروا فيها الحلوه ديالنا، كنوضعوا فيها البيض، كنضيفوا عليه السكر حبيبات، قبسه من الملح، وهاد البرتقاله اللي غادي نحكها. يمكن لكم تحكوها كامله ولا فقط النصف، كذلك يمكن لكم تحكوا فيها الليمونه او الحامضه اللي كنسميوها في المغرب. قبسه من الملح، وغنحرك داكشي مزيان بالفوي، هو من الاحسن بالفوي باش السكر كيدوب وهذوك العناصر كيندمجوا مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف هذيك الملعقه ديال المربى ديال المشمش، لو ما توفرش عندكم المربى ديال المشمش يمكن لكم تعوضوه بالمربى كذلك ديال الليمون او البرتقال. هنا غنضيف الزيت بشويه بشويه مع التحريك المستمر، كنبقاو كنستمروا بهذه الكيفيه هذه حتى كنحصلوا على واحد الخليط بهذا الشكل هذا. هنا غناخد هذيك الخميره الكيماويه اللي هي البيكنج باودر، غنضيفها على هذيك السميد الناعم. هو من الاحسن حاولوا تقلبوا على شي كاليتي ديال السميده اللي كتكون زوينه، خصوصا ديال البغرير كتكون مفروزه كل حبه بوحدها وما كيكونش فيها داك الدقيق. هنا غنصب هذيك الكميه كلها ديال السميد وغنحرك مزيان حتى غنتوفر على واحد حتى غنحصل على واحد الخليط بحال الشكل ديال الكيك او الخليط ديال البسبوسه. هاد العمليه هذه مهمه باش حتى هذاك السميد كيشرب هذاك السائل، وبالتالي الحلوه ديالنا كتجي زوينه. من بعد هنا من بعد ما خلطت هذوك العناصر مزيان، غادي نضيف الكميه كلها ديال جوز الهند اللي هو الكوك، ما تخافوا منها ما والو، غير ضيفوا الكميه كامله لحقاش المقادير هنايا مضبوطه، غير هو حاولوا تشريو النوع الجيد ديال الجوز الهند اللي هو الكوك وكذلك السميد الناعم، حيت هذا هما الاسرار ديال النجاح ديال هاد الغريبه هذه. الا كان واحد في هاد الجوج هذا ماشي تلبيره، الغريبه راه ما غتجيكمش، هذيك الغريبه كيف كنقولوا حنايا خطيره وزوينه وواعره صراحه. السر ديال هاد الغريبه هما هاد المكونات بجوج، نوعيه جيده ديال الكوك والسميد. هنا من بعد غادي نبقى كنجمع فيها حتى الكوك ما كيبقاش ابيض. حاولوا الكوك كتبداو كتدخلوا بهذا الشكل هذا حتى كيندمج مع دوك العناصر، ماشي غير تجمعوها هكا والكوك كيبقى، خص الكوك ما يبقاش كيبان، كتخلطوه مزيان وصافي. هنا غادي نخليها كتشرب واحد 10 دقائق، من 10 حتى 12 دقيقه، دوز 10 دقائق غتشوفوها نيت واش شربات ولا لا. هي ماشي كتشرب مزيان خليوها تشرب حتى كتنشف، ملي كتبقى كتلصق غير واحد شويه. هنا من بعد ما داز 12 دقيقه بالحساب، هنا غناخذ الكويرات ديالي، هنا كل وزن ديال كل وحده 28، درتهم كبار شويه. انا اون جينيرال الغريبه انا ما كانتش كبيره ما كتعمرش لي عيني، هذا هو لو شارم ديال الغريبه المغربيه او الجزائريه، من الاحسن تكون كبيره. هنا كناخذ السكر الناعم او السكر الثقيل اللي كيكون حتى هو من النوع الجيد، باش حتى المنظر ديال الغريبه كيجي كيلمع ملي كيخرج من الفرن. هنا غادي نكورهم بهذا الشكل هذا وغنوضعهم كاملين في هذا السكر الثقيل، ومن بعد راه غتشوفوا غنبدا كنكور وكنوضع فوقها واحد شويه ديال السكر كلاصي اللي هو السكر الثقيل، وكنوضعهم كاملين في الصفيحه ديال الفرن. هنا ملي كتكونوا كتقوروا في الغريبه ديالكم راه ضروري ما كيلصق لكم هذاك العجين، حاولوا تقرطوه بالموس وكذلك تغسلوه بالماء بارد وكتكملوا. هنا من بعد ما كملت هذوك الكويرات ديال الصفيحه الاولى، كنحرككم بهذا الشكل هذا، وحاولوا تلبسوها مزيان بالسكر كلاصي باش الغريبه ديالكم كتجي زوينه وكيجي السكر كلاصي داير بها كامله. هنا كنكون سخنت الفرن من قبل على 175 درجه، المده ديال الطهي من 10 حتى 12 دقيقه، حاولوا ما تفوتوش 12 دقيقه والا الغريبه ديالكم من بعد ما غتخرجوها غادا تنشف وغتقصح لكم.
هو هذا هو التوقيت المناسب ديال هاد الغريبة هذه، 10 حتى 12 دقيقة. أما بخصوص الطريقة ديال الطهي ديال هاد الغريبة هذه، الناس اللي عندهم الفران ديال الغاز غتسخنوا الفران مزيان وغطفيو الفوقاني وتخليو غير التحتاني اللي شاعل وكتهبطوها لتحت، غير كتبان لكم تشقات صافي، كتشقق هذيك التشقيقه كامله كتطلعوها لفوق واحد 7 دقائق لتحت و3 دقائق اللي باقا كتطلعوها لفوق، غير كتشد راسها وتحمر شويه من التحت وكتخرجوها. اما الناس اللي عندهم الفران ديال الفرفاره بحال اللي عندي انا، فكتشعلوا الفران كيسخن على الفرفاره فقط وكتدخلوها على 175 درجه وكطيب مقاده، لحقاش الفرفاره كتوزع الحراره، واحسن فران هو ديال الفرفاره. اما الناس اللي عندهم فران الاخر ديال الضو، فغتسخنوا الفران ديالكم وغتشقق من الفوق وغتشعلوا التحتاني حتى كتحمر من التحت صافي، وهي هي واجده. وكل واحد راه كيعرف الفران ديالو، والطياب ديال الغريبه راه معروف. هنا ملي كتوضعوا هذوك الكويرات في الصفيحه ديال الفرن، ضروري ما تضغطوا عليها غير واحد شويه من الفوق، غير نتوما حاولوا تعمروها بالسكر كلاصي من الفوق، باش حتى ملي كتدخل الفران وكتبدا كتشقق كيطيع عليها داك السكر كلاصي وكتجي ملبسه كلها بالسكر كلاصي. هنا جات لي واحد شويه ديال العجين اللي الوزن ديالها 125 غرام، وراه كبيره شويه 125 غرام، وقلت نحضر معكم واحد الغريبه اللي كتكون جيو بهذا الشكل هذا. هاد الحجم ديال هاد الغريبات هادو كنت كنحضرهم من واحد التخيطور شحال هذا كنت كنخدم معاه، وكان كيفضل حتى الكليان ديالو كيفضلوا هاد النوع ديال الغريبات اللي كيكون الحجم ديالو كبير، خصوصا في لي زانيفيرسير ولا المناسبات ديال الاعياد ديالهم. وبالتالي كتكون هذه هي النتيجه ديال الغريبه ديال السميده والكوك. كيبان لي عطيتكم الاسرار كامله باش تنجح معاكم، وهذه ماشي اول مره كننزل في القناه، ثاني مره صراحه. حتى الناس اللي كنخدم لهم بعض المرات الحلوى، هذه هي الغريبه اللي كتكوموندا عندي بكثره، كتعجبهم هذه الغريبه لحقاش خفيفه وحتى المذاق ديالها زوين. كنتمنى تجربوها وترسلوا لي كذلك التطبيقات ديالكم، وكنقول لكم عواشر مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد، تعيدوا ان شاء الله وتعاودوا وبطولة العمر ان شاء الله. اما بخصوص الدعم ديال القنوات اللي يلاه باديه، خصوصا القنوات اللي مازال ما حققتش الشروط، حاولوا تخليوا لي تعليق تحت هذا الفيديو هذا وتبارطاجيو بان القناه ديالي غتبدا الدعم ان شاء الله ابتداء من الاسبوع المقبل، ونتعاونوا من الاحسن نتعاونوا باش كلشي يحقق الشروط. وكذلك اللي بغى يدير هاد القناه هذه كمصدر رزق، علاش لا. هنا كيف كتشوفوا معايا، هذه هي الغريبه الكبيره اللي حضرت معاكم، كيف كتجي راه كتجي معلكه الغريبه كلها، كتجي مع شفتوا كتقطع بسهوله، وحتى واحد المذاق راه ما نقولش لكم. كذلك الغريبه الصغيره حتى هي كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي معلكه حتى هي ونفس القوام. عرفتوا راه غير بديت كنصيف هاد الغريبه هادي والنحل هو يهجم عليا. والله العظيم عرفتي شحال ديال النحل دخل عندي
البلاصه فين كنصايب الحلوه كيف كتشوفوا انتو كتجي معلقه. وبالتالي كتكون هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو لايك وما تنساوش بارطاج الفيديو باش تعم الفائده. وخليتكم هذه الساعه. مسلم عليكم. Thank you.